على ما أظن في حراسة المرمى ماندريا على الجهة اليمنى عطال، على الجهة اليسرى ايت نوري، قلب الدفاع بن سبعيني ماندي، وسط الميدان على ما أظن بن ناصر وعوار، لكن في أتم معنى الجاهزية وفي غولي، على الأجنحة محرز والناس، وفي الهجوم سليماني كالعادة الناس الأهدر. توقعاتك النتيجة؟ على ما أظن 2-0 من توقيع إسلام سليماني آدم والناس. ثاني غدوة إن شاء الله بربي غارديا مادريا، عندنا آيت نوري، عطال، ماندي، بسبعيني، الوسط عندنا بن ناصر، لا عندنا بن ناصر، عندنا بن ناصر وبن طالب، وعندنا وعوار، وعندنا محرز، ونورمالمون شايبي، وفي الاخر بونتيح. النتيجه المتوقعه؟ النتيجه المتوقعه ان شاء الله بربي 2-0. مادريا، عطال، ماندي، بن سبعيني، ايت نوري، في الوسط بن طالب مع بن ناصر، فغولي، محرز، سليماني، بليلي. نتيجة المباراة 2-0. امضاء سليماني في زوج. التشكيلة المتوقعة لمباراة الغد هي مادريا في حارس المرمى، عطال، ايت نوري، بن سبعيني، وماندي. في الوسط عندنا بن طالب، بن ناصر، وعوار. في الهجوم عندنا محرز، سليماني، والناس. على ما أظن التشكيلة باتت واضحة بنسبة 90% في حراسة المرمى مونديرا، على اليمين يوسف عطال، وعلى اليسار ايت نوري، في الوسط الدفاع بن سبعيني وماندي، وفي الوسط ممكن يكون زروقي مع بن ناصر وكصانع ألعاب في غولي، لأنه عنده الخبرة والحنكة والتجربة، على عكس عوار اللي ممكن يدخل في الشوط الثاني. على اليمين وبدون منازع عندنا محرز، وعلى اليسار ممكن يسارا بليلي بخبرته وتجربته ممكن يصنع الفارق، وكرأس حربة وبدون منازع عندنا سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري. والأهداف النتيجة المتوقعة ممكن 2-0 لصالح المنتخب الوطني الجزائري من توقيع محرز وسليماني، وحظ موفق لأشبال بالماضي.